دكتور احمد بيتكلم على مغامره زي ما وصفها، سعد سفير بيتكلم على رد ايران وهو رد مشروع عما قامت به اسرائيل من هجوم على قنصليتها في بدايه ابريل في سوريا. كيف تابعت الامر بالامس؟ هو طبعا زي ما سياده السفير كده قال ايه، دايما المشاكل ما بناخدهاش من الوش اللي احنا موجودين عليه، بنبص عليه من الخلف شويه. نعم. فنبره واحد لو انت بصيت، يمكن بس اضيف لسياده السفير هختلف معاك حته صغيره، ان برضو ايران بالنسبه لاسرائيل صديق ولا يساعده. وده من التاريخ. امال ايه؟ بالنسبه لاسرائيل ايه؟ صديق ولا يساعده. حضرتك بتكررها مرتين؟ صديق ولا يساعده. ده في الخفاء؟ لا، في العلن. في العلن؟ في العلن. اتفضل يا فندم. ليه بقى؟ نعم. لما بلغز نصر هدم الدولة اليهودية القديمة وخد أسرى 50,000 عنده باقي اليهود في بابل، اشتغلوا جواسيس لكورش الفارسي وهم اللي ساعدوه في هزيمة البابليين. فكان مكافأة كورش لليهود اللي موجودين انهم يعودوا لأرض فلسطين مرة تانية واكتبوا الكتاب بتاعهم الديني، ده أمر من عنده، واداهم الفلوس والذهب اللي يعملوا بيه الهيكل مرة تانية. فبالتالي هنا اليهود كل ولائهم او حفظهم للجميل لكورش الفارسي. الدليل على كده ايه؟ ان العمله الشيكل الذهب بتاعتهم نتنياهو طلعها بعد 70 سنه في ذكرى 70 سنه. طبعا ما عندناش ذكرى 70 سنه، عندنا 25 50 75 100. هو طلعها في ال70 لان كان في التوقيت ده ازمه، عاوز يوري المجتمعين الاثنين شكلهم مع بعض ازاي. طلع العملة الأجنبية اللي بعتها لمجلس التحرير، يعني هنشوفها العملة دي مرسوم عليها مين؟ مرسوم على وشها ترامب، لأن هو اداهم القدس واداهم الجولان، والخلفية بتاعته كورش الفارسي بشعاره. نعم. وشعار ترامب. نعم. والشعار الشمعدان فوقهم الاثنين. النهارده لما طلع العملة التذكارية في الموضوع ده بقول إن أنا مع إيران في إيه؟ اتجاه واحد. نمرة اتنين، لما بنيجي نشتغل في العقائد، اليهود دايما بيشتغلوا في تدمير العقائد. من ضمن الناس اللي بتساعدهم في تدمير العقائد، العقائد الايرانيه، انه بيسمحوا بتفرع كتير، زي مثلا الامام الغائب خش على الطائفه الاسماعيليه، يخش على طائفه البهر، كل طالع من عنده. نعم. فبالتالي ده بيوزعه في تدمير الدين الاسلامي، ده بيساعده. نعم. لان هنا دول. طيب تاني جاليه في العالم موجوده فين بعد امريكا؟ موجوده في ايران، وهي اللي ماسكه الاقتصاد معظمه. نعم. فبالتالي ده موجود. نعم. طيب العلاقه بين الثلاثه بقى، واتسالت السؤال ده سنه 1917 تقريبا، يعني في التلفزيون جاوبت، يعني نعم، قلت لو امريكا مش حبايب مع ايران. 2017 سؤال. 2017 كان في اون مع امان خياطي. فقلت لها انت لما تحط الملك بتاعك في الشطرنج بتحطيه فين؟ قالت لي في الخلف. طيب امريكا جابت بعد تدمير العراق جابت القياده المركزيه لاكبر قياده عسكريه ليها بره، جابتها حطيتها في قطر. المسافه، انا رجل عسكري، المسافه بينها وبين ايران قد ايه؟ 150 ميل يا دوبك. طيب في قطر دي مساحتها صغيره. نعم. تاخد كام كتيبه صواريخ تدافع عن القياده المركزيه؟ 10 20. نعم. الكتيبه بتاخد 8 اهداف، يبقى 20 في 8 160. انا عندي 6000 راس بلاستي احذفهم، احذف لك منهم 200، يبقى حصيب لك بكام؟ ب 20 80 هدمر لك القياده المركزيه. يبقى هنا اللي بيحمي القوات الامريكيه والقياده المركزيه ليست القوات الامريكيه، لا، ده اتفاق ومصلحه بينهم الاثنين مع بعض. مصلحة جايه منين بقى؟ من هو موضوع الشرق الاوسط الكبير. سياده السفير لما اتكلم معاه الشرق الاوسط الكبير، حاطط ايران العدو للعرب بدل صدام حسين، وبالتالي يحافظ على القواعد الامريكيه. مين اللي حاطط؟ امريكا. امريكا. امريكا عشان تحافظ على ايه؟ المصلحه. عشان قواعدها. عشان تحافظ على ايه؟ القواعد العسكريه. تخوف او لا. بس بص للفكر الاستراتيجي. اتفضل. ان هي بتحط القواعد العسكريه اللي جت عليها في حرب الخليج ما تمشيش، ومخازن الطوارئ اللي عملتها اللي بتشيل فيها المعدات موجوده في منطقه المطار العربيه. نعم. تحسبا لما هو قادم من الحرب في جنوب شرق اسيا، يبقى المنطقه الاداريه بتاعتي اللي هتخدم عليها في الحرب فين؟ قريبه، في نص المسافه مش بعيده. نعم. وبالتالي يبقى لازم احافظ على المكان ده. نعم. احافظ على المكان ده ازاي؟ لازم اجيب بعبع للعرب
يساوي ان انا افضل موجود، وكانت هي ايران هي الموضوع ده. نعم. وشغاله بهذا الموضوع. قبل ما نروح لسعاده السفير نشوف الشيك اللي حضرتك اتكلمت عليه، صورته موجوده معانا. اتفضل يا فندم. دي 70 نعم. سنه على قيام الدوله الاوليه. نعم. ده بقى انت بتحتفي بيه ولا عدو بالنسبه لك؟ نعم.